نادي الزمالك لازم يشوف حل للموضوع اللي انا هتكلم فيه ده، انه امبارح حاولوا يسجلوا القائمة الاولى للفريق في اتحاد الكورة، لكن مسؤولي الاتحاد قالوا لهم والله يا جماعة احنا في اتفاق بيننا وبينكم، انتوا عندكم مديونية عندنا وتستحق خلال الفترة دي عشان نسجل القائمة. فالزمالك قال لك طيب احنا لنا 300,000 وشوية بتوع سيف الجزيري، التحويلات اللي جت من الفيفا ادوهالنا. الاتحاد قال لك لا، ده هضمن حقي منين يعني؟ طب يا جماعه احنا سددنا لكم مبلغ عشان قيد اللعيبه اللي سافروا البطوله العربيه، سجلته على فكره ولا واحد فيهم لعب، لا حمدي علاء لعب ولا اوباما لعب ولا محمود علاء لعب، ثلاثه ما لعبوش يعني الحقيقه يعني. فاتحاد الكوره قال له سدد الجزء الاول من مستحقات الحكام اللي هو 875,000 جنيه، والجزء الاول من رسوم المنشطات اللي هو الكشف عن المنشطات اللي هو 50,000 جنيه، اشتراك المسابقه اللي هو 100,000 جنيه، والكرنيهات، وكمان 10 مليون جنيه من المديونيه. الزمالك قال هكتب شيك، مسؤول اتحاد الكوره قال لك لا نقبل الشيكات، عايزين مبلغ نقدي. فتره القيد الاولى بتنتهي تمام الساعه الثالثه عصر السبت القادم، لكن الزمالك عنده مهله لحد 14 سبتمبر ان شاء الله لحين غلق موعد باب القيد في الانتقالات الصفقه يعني الصيفيه دي ان شاء الله، لانه تم وضع اللعيبه على السيستم قبل البطوله العربيه، بس الزمالك لازم يدفع عشان يسجل.